لسه مكملين كلامنا عن الرياضة والساحرة المستديرة بالأخص، ويمكن قرعة صعبة جدا للأهلي في دوري السوبر الأفريقي في نسخته الأولى المقرر إقامتها من 20 أكتوبر لغاية 10 نوفمبر، ده بمشاركة طبعا 8 فرق أفريقية في الوقت اللي الأهلي في الحقيقة بيستعد فيه لمعسكر النمسا للسوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر. خلينا نتكلم أكتر عن استعدادات النادي الأهلي الخاصة ليه، كمان أيضا عن معسكر المنتخب. مضيفنا النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر الاستاذ حمدي الحسيني الناقد الرياضي. اهلا بك. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ حمدي. الاهلي مع سيمبا التنزاني لقاءات ربما تكون متوازيه، ما فيش حد يعني نجح ان هو يتغلب على الثاني باكثر بفارق الاهداف، بس اغلب المصريين كان عندهم التوقع ده ان هم يعني ممكن يجتمعوا معا في مباراه واحده. تعليق. والله أنا شايف إن القرعة معقولة جدا بالنسبة للنادي الأهلي. هو طبعا الدوري الإفريقي زي ما بيسموه اللي هي البطولة المستحدثة، يعني بتضم 8 فرق بيلعبوا يعني نقدر نقول من ربع النهائي لحد النهائي. الأربع فرق بتوع اللي وصلوا لنهائي دوري أبطال إفريقيا النهائي والنصف النهائي اللي هم الأهلي وصن داونز والترجي التونسي والوداد، دول تصنيف أول، وبعد كده في أربع فرق تصنيف تاني اللي هم مازيمبي الكونجولي، بيترو أتلتيكو الأنجولي، كمان في فريق انيمبا النيجيري، المهم ان وسيمبا التنزاني طبعا. ففرق التصنيف الثاني تقريبا كلها متقاربه في المستوى. انا شايف ان قرعه النادي الاهلي معقوله جدا ان هو يلعب مع فريق سيمبا التنزاني، فريق عنده امكانيات كويسه وبيلعب كره حلوه وحديثه، ولكن انا شايف انه طبعا خبره لعيبه النادي الاهلي وتفوقهم مع المدرب السويسري مارسيلو كولر بتدي لهم افضليه ان شاء الله على الفريق المنافس. طيب يعني خليني اسالك سؤال، هل المباراه بتعتبر محسومه ولا سيمبا ظهر له انياب كده في الفتره اللي فاتت فهنقدر نشوف منها حبه حلوين في البطوله الافريقيه القادمه؟ هو طبعا ما فيش في كره القدم حاجه محسومه، لكن انا بقول انه الافضليه للنادي الاهلي، يعني نقدر نقول مثلا 70-30 اذا قلنا نسبه مئويه. يعني النادي الاهلي عنده خبرات كبيره قوي، فريق سيمبا بيلعب كره كويسه، لكن الخبرات لصالح النادي الاهلي، التاريخ لصالح النادي الاهلي، لعيبته عندها دفعه معنويه كبيره جدا بعد موسم حصدوا فيه تقريبا كل الالقاب المحليه والافريقيه اللي شاركوا فيها، يمكن باستثناء كاس العالم للانديه، والنادي الاهلي برضو قدم مردود كويس قوي فيها. لكن الحقيقه انا شايف انه الكفه لصالح النادي الاهلي، لعيبته ان شاء الله تبقى مركزه. المباريات لسه قدامها شويه، يعني طبعا بدايه البطوله هتكون يوم 20 اكتوبر زي ما كلنا عارفين، وهتستمر لحد 11 نوفمبر باذن الله النادي الاهلي يوصل للنهائي. اذا لعيبه النادي الاهلي استغلت الفتره اللي جايه بشكل كويس، سواء المعسكر المقام حاليا في النمسا او بعض المباريات الافريقيه والمحليه اللي هيلعبوها لحد ما يوصلوا للدوري الافريقي، اعتقد انه ان شاء الله النادي الاهلي قادر على انه ياخد اللقب ده. طب قريتك ايه للقرعه بشكل عام اللي تمت مع بدايه البطوله الافريقيه؟ متوازنه جدا، لانه نظام البطوله بيقول انه فريق من التصنيف الاول اللي قلت لحضرتك عليهم بيلعب مع فريق من التصنيف الثاني، فيعني الى حد كبير لو النادي الاهلي حتى كان لعب انيمبا النيجيري او مازيمبي الكونجولي او بيترو اتلتيكو الانجولي، اعتقد انه هو كان بالظبط، يعني كل الفرق تقريبا بتاعت التصنيف الثاني قريبه من بعض. في تقديري يمكن مازيمبي الكونجولي هو الاقوى شويه نسبيا يعني، لكن كل الفرق متساويه تقريبا. والتصنيف الاول بينفع الفريق اللي يعني بيلعب فيه زي النادي الاهلي، دايما بيكون المباراه الاولى بالنسبه له او المواجهه الاولى، طبعا هي المواجهه هتكون ذهابا وايابا بالمناسبه. والنادي الاهلي حظه حلو قوي في القرعه كمان، انه ان شاء الله في ربع النهائي اللي هو امام سيمبا التنزاني هيلعب المباراه الاولى في تنزانيا هتكون 20 اكتوبر، بعد كده يلعب الاياب على ملعبه. في حاله الوصول الى نصف النهائي في طريقه صن داونز طبعا، وفريق قوي جدا جدا، وشفنا في دوري الابطال السنه اللي فاتت لما واجه النادي الاهلي مرتين في دور المجموعات كان كسب النادي الاهلي 5-2 وكان اتعادل معاه في القاهره 2-2، فده في طريق النادي الاهلي في نصف النهائي. بس برضه لو صن داونز فاز وواجه النادي الاهلي، برضه الاهلي هيلعب المباراه الاولى في بريتوريا في جنوب افريقيا والثانيه في القاهره ان شاء الله. وبالمناسبه النادي الاهلي اختار ملعب استاد القاهره علشان يكون هو ملعبه الرئيسي في البطوله دي. اذا وصل النادي الاهلي للنهائي ان شاء الله برضه يلعب مباراه الذهاب خارج ملعبه ومباراه الاياب في استاد القاهره ان شاء الله، يعني
احنا على يعني على موعد باذن الله يوم 11 نوفمبر ان النادي الاهلي يلعب النهائي على ملعبه. يعني الفايز في المباراه ما بين الاهلي او سيمبا هيقابل يا اما سان داونز يا اما بيترو اتلتيكو. بالظبط كده. طيب في حال قابلنا سان داونز مثلا، هل النادي الاهلي النهارده كلاعيبه جاهزه ان هي تلاعب سان داونز ونفوز او بيترو اتلتيكو؟ طبعا اذا طبعا بيترو اتلتيكو عمل مفاجاه، وانا بعتبر ان ده ممكن يبقى مفاجاه لو فاز على سان داونز يكون حظ النادي الاهلي افضل. بس طبعا في حاله خط النادي الاهلي لسيمبا عايزين ناخدها خطوه خطوه. لو النادي الاهلي لعب بيترو اتلتيكو الانجولي بلا شك ان هو اسهل من سان داونز، ولكن سان داونز لما لعب النادي الاهلي السنه اللي فاتت في دور المجموعات انا بقول ان الظروف مختلفه تماما المره دي. ايه بقى الاختلاف اللي حصل؟ الاختلاف انه النادي الاهلي كان مدربه الى حد كبير مارسيل كولر لسه في بداياته مع الفريق، لسه بيستكشف امكانيات اللعيبه ويعني بيعيد توظيف بعضهم. لكن الحقيقه على نهايه الموسم كان الراجل قدر يوصل نقول للخلطه السحريه اللي خلت النادي الاهلي ياخد كل البطولات اللي شارك فيها تقريبا الموسم اللي فات. بقى في تفاهم كبير جدا ما بين المدرب وما بين اللعيبه. الهزيمه الكبيره او الخساره الكبيره، يعني انا ما بحبش كلمه الهزيمه، نقول الخساره الكبيره اللي النادي الاهلي خسرها 5-2 من سان داونز، دي انا بقول انها كانت نقطه تحول عند مارسيل كولر نفسه مدرب النادي الاهلي اللي قدر ان هو يفهم طبيعه افريقيا اكتر، وبالتالي بعد كده استفاد بشكل كبير جدا من الخساره دي وقدر ان هو يواصل البطوله وياخد طبعا اللقب الغالي، لقب رقم 11، لقب دوري ابطال افريقيا. اعتقد انه لو النادي الاهلي واجه سان داونز الجنوب افريقي في الدوري الافريقي اللي هي البطوله المستحدثه في نصف النهائي، اعتقد الامور ستختلف تماما عن اللي حصل الموسم اللي فات. هل بيترو هيقدر يحل مشاكله قبل بطوله الدوري الافريقي، ولا الاتحاد الافريقي تعتقد ان هو هيضطر لتصعيد بديل؟ ربما يتم تصعيد بديل، لكن برضو إجراء القرعة امبارح ووجود بيترو أتلتيكو فيها برضو أنا بالنسبة لي علامة استفهام، لأن هو عنده مشاكل كلنا عارفينها، ويعني في قرارات بأنه يتم إيقافه أو يعني نقول نية لإيقافه، فمعنى إن هم يعلنوا في القرعة امبارح إن هو موجود، فأعتقد لسه الكاف بيراجع قراراته يعني. لكن في كل الأحوال أنا بقول إن الأفضلية في هذه المواجهة بنسبة كبيرة جدا لسان داونز، فريق متطور قوي بيلعب كرة جميلة وحديثة، وكمان يدعم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية ببعض النواقص اللي كانت عنده، فأعتقد إن هو هيبقى منافس شرس جدا على البطولة دي. يعني احنا دايما بنحس المواجهه مع سان داونز فعلا مواجهه بتبقى خطيره شرسه، وبنخاف شويه يعني، بنبقى مش بنخاف بس لو بنحط لها كده يعني احنا كجمهور حتى بنبقى جاهز، بنحاول نجهز نفسنا نفسيا لهذه المباراه. هل الاهلي النهارده هيقدر ان هو يجيب مهاجم افريقي قوي قبل البطوله على طول بسرعه كده؟ إدارة النادي الأهلي لسه شغالة، أو يمكن قدامها وقت محدود جدا تقريبا 12 يوم أو 10 أيام يعني قبل ما باب الانتقالات في مصر يقفل. الحقيقة في صعوبة كبيرة أن النادي الأهلي يجيب المهاجم اللي هو عايزه لأسباب مختلفة، منها طبعا وأبرزها المقابل المادي الكبير اللي الأندية بتطلبه لما بتلاقي النادي الأهلي عنده مشكلة المهاجم، زي مثلا نادي بشكتاش التركي. النادي الأهلي بيحاول أن هو ياخد مهاجمه الكونجولي جاكسون موليكا، وده طبعا مهاجم من الفئة الأولى يعني في إفريقيا، لكن النادي التركي رغم أنه هو عنده بدائل إلا أنه بيغالي جدا في الفلوس أو في القيمة المادية اللي بيطلبها، لأنهم عارفين قيمة المهاجم وحاجة النادي الأهلي إليه، يعني بيتكلموا في 10 مليون يورو، فطبعا مبلغ كبير قوي. الأهلي بيحاول أنه هو يوجد بدائل، بس أنا بقول لحضرتك أنه حتى لو النادي الاهلي ما جابش مهاجم افريقي، وده علشان نطمن بيه جمهور القلعه الحمراء، يعني الموسم اللي فات كان النادي الاهلي ما عندهوش مهاجم افريقي، ومع ذلك مارسيل كولر كنت لسه هقول لحضرتك يعني ليه اصلا احنا محتاجين مهاجم اجنبي؟ يعني ليه النهارده احنا عندنا في 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 يعني نجوع مصر وفي محافظات مصر وفي نوادي مختلفه بيلعبوا لعيبه كويسه جدا، ليه النهارده عندنا المشكله دي؟ يعني انت عايز تقنعني 100 مليون مواطن ما فيهمش مهاجم قوي يلعب في نادي الاهلي في البطوله؟ لا بالتاكيد في مهاجمين في مصر، يعني يمكن ابرزهم مثلا مصطفى محمد اللي بيلعب في الدوري الفرنسي في نادي نانت، وهو مهاجم قوي جدا ومميز ويعتبر المهاجم الاول في منتخب مصر. لكن خلينا نعترف
ان مشكله المهاجم في السنوات الاخيره بتواجه حتى منتخب مصر مش الانديه بس. الحقيقه يعني يمكن من بعد اعتزال عمرو زكي وعماد متعب وغيرهم من المهاجمين البارزين بالظبط كده، بقى في ندره في المهاجمين اللي هو يعني اللي بيلعب جوه الصندوق او راس الحربه الصريح. ولذلك مارسيل كولر كل الخيارات المحليه اللي اتعرضت عليه هو مش مقتنع بيها، مقتنع ببعض الخيارات الاجنبيه، يمكن بيميل الى ان هو يكون مهاجم افريقي علشان برضو البطولات الافريقيه اللي النادي الاهلي هيلعب فيها، ربما ان هو يكون عايز مهاجم من امريكا اللاتينيه زي ما سمعنا ان هو مقتنع قوي بالمهاجم سوزا، لكن مرتبط هو بعقد لنهايه السنه مع فريقه الجنوب كوري يعني. فبالتالي هو الراجل عنده اختيارات او قناعات معينه قايل لمجلس اداره النادي الاهلي عليها وهم شغالين. هل هينجحوا في الفتره الباقيه الصغيره دي ان هم يلبوا الاحتياج الرئيسي لمارسيل كولر؟ ده اللي هنعرفه، اللي هم شغالين الحقيقه. لكن انا بطمن جمهور النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك، لو ده ما حصلش الاهلي عنده بدائل كويسه. الموسم اللي فات الراجل قدر ان هو يوظف كهربا، ورغم ان هو جناح الا ان هو قدر يوظفه كمهاجم رئيسي. كان محمد شريف طبعا المنتقل حديثا الى الخليج السعودي كان موجود وبرده كان احد الهدافين. كان ساعات بيجيب بيرسي تاو من مركز الجناح ويخليه مهاجم صريح. السنه دي اضيف اليه القادم او العائد من الاعاره صلاح محسن، وهو مهاجم امكانياته عاليه جدا جدا طبعا. ربما بس العقليه عنده شويه عايزه تتظبط مع مارسيل كولر، يقدر ان هو يوظف امكانياته بشكل كويس. انا بقول ان النادي الاهلي حتى لو ما جابش مهاجم اجنبي في فتره الانتقالات الصيفيه انتظارا ليناير، انا بقول ان النادي الاهلي قادر ان شاء الله ان هو يحصد البطولات اللي جايه باذن الله. طب هنفترض ان الاهلي صعد على حساب سيمبا، هتفضل مواجهه مين؟ هل تعتقد ان يعني مفيش يعني حل غير ان هو يقابل سان داونز؟ والمواجهه في حال وجود مواجهه ما بين الاهلي وسان داونز، تعتقد الكفه ترجح لمين؟ انا اتمنى ان بيترو اتلتيكو يعمل المفاجاه ويصعد، لانه هيبقى سهل على النادي الاهلي لو وصل لنصف النهائي ان هو يفوز على بيترو اتلتيكو ويصعد الى النهائي. لكن في حال انه سان داونز، وده في رايي الشخصي بنسبه 80% هو اللي هيحصل يعني ان هو صعد الى نصف النهائي، الاهلي عنده القدره ان شاء الله على تخطيه، وخبره اللعيبه في المواجهات الكبيره زادت، ثقتهم بنفسهم وبمدربهم زادت جدا جدا. اعتقد انه مواجهه الاهلي وسان داونز في نصف النهائي هتكون يعني نقدر نقول فيها افضليه نسبيه للنادي الاهلي، طبعا مختلفه تماما عن الموسم اللي فات، بس اقدر اقول ان ممكن يكون 55% للنادي الاهلي و45% لصالح سان داونز، لانه برضه ما يزال الخبره والتاريخ لصالح النادي الاهلي. طيب خلينا نروح بقى وننتقل للمعسكر او معسكر المنتخب، وشايف ازاي ان النادي الاهلي النهارده يعني عنده مطالب ان هو يستدعي لاعبيه من المنتخب، خاصه ان في لقاء تونس جاي، فشايف ده ازاي؟ خلينا نقول انه الاولويه دايما للمنتخب أكيد. والمدرب المنتخب اللي يطلبه لازم يكون تحت امر الجهاز الفني وتحت امر البلد بشكل عام، عشان نتفق على المبدا ده ان الاولويه لمنتخب مصر. ولكن اعتقد انه ممكن يكون في مرونه في الايام اللي جايه. النادي الاهلي عنده اربع لعيبه مختارين للمنتخب، اربعه طبعا مهمين جدا سواء بالنسبه للمنتخب او للنادي الاهلي. هي بس الصعوبه بتيجي منين؟ من عدم التنسيق. يعني دايما بيكون الاتحاد الافريقي ما عندوش تنسيق كافي مع الاتحاد الدولي، فبنلاقي ان التوقفات الدوليه ما هياش مناسبه للمواعيد اللي بيختارها الكاف لبطولاته. يعني النادي الاهلي هيلعب مع اتحاد العاصمه الجزائري يوم 15 من الشهر الجاري، طبعا كاس السوبر الافريقي اللي هي الكاس القديمه او التقليديه يعني، والمباراه تكون في السعوديه، يعني النادي الاهلي هيسافر. يعني مش من الطبيعي ان لعيبته الاساسيين، ده غير طبعا الدوليين اللي في منتخبات اخرى زي علي معلول وزي بيرسي تاو وزي الو ديانج، غير الاربعه في منتخب مصر، بنتكلم على سبعه من القوام الرئيسي او الاساسي للفريق. بالظبط. مش طبيعي ان هم يبقوا جايين من سفر كلهم ومن مباريات سواء وديه او رسميه قويه، وان هم يسافروا بعد يوم واحد ويبقى هيلعبوا بعد 48 ساعه. اعتقد ان الاتحاد الافريقي مسؤول عن المساله دي بشكل كبير. احنا باصين لمساله تفاوض النادي الاهلي مع روي فيتوريا المدرب المنتخب ومع اتحاد الكوره، لكن مش باصين للزاويه الاخرى انه المفروض الكاف كان اجل المواجهه ولو يومين. يعني لو المباراه اقيمت مثلا يوم 17 كان هيبقى في فرق ما بين مباراه تونس
الوديه الدوليه لمنتخب مصر اللي هيشارك فيها المفروض لاعيبه النادي الاهلي وما بين مباراه السوبر الافريقي. فانا بقول ان عدم التنسيق ده في الاساس من الكاف ان هو ما بينسقش كويس مع الاتحاد الدولي. اتحاد العاصمه الجزائري هيقابل الاهلي في مباراه في السعوديه، جمهور مصري عريض في المملكه، اعتقد انه هيؤازر القلعه الحمراء. باعتقادك المباراه هتبقى عامله ازاي؟ ان شاء الله المباراه يعني برضو نقدر نقول انه في افضليه للنادي الاهلي فيها. اتحاد العاصمه يمكن اول مره ياخد بطوله افريقيه لما خد بطوله الكونفدراليه الموسم اللي فات، ولذلك هو عنده طموح كبير قوي ان هو ياخد بطوله اخرى من 90 دقيقه، بطوله برضو تعتبر سهله، مش مشوارها مش طويل يعني، فعنده طموح كبير جدا ان هو يحقق مفاجاه ويكسب النادي الاهلي. لكن برضو نرجع ونقول الخبرات الكبيره اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي، وجود مدرب في منتهى الذكاء زي مارسيل كولر، وجود جمهور كبير زي ما حضرتك بتقول في السعوديه، ان شاء الله متوقع ان هو يعني يبقى عامل رئيسي في انه يدفع لعيبه النادي الاهلي ان هم يحققوا لقب افريقي جديد. نتمنى ان شاء الله ان البدايه القويه للنادي الاهلي في الموسم تكون بفوز بلقب افريقي، ودي هتبقى بدايه ولا اروع ان شاء الله. طيب خليني اقول انه يعني ان شاء الله يبقى في حل سريع للازمه دي، واللعيبه ترجع، يعني اللعيبه ترجع الانديه والمنتخب يبقى تمام مفيش اي مشكله. هل هنشوف حل سريع بسبب انه صلاح بقى في مرونه شويه ممكن يجي المنتخب عقب مباراه اثيوبيا؟ هو الجهاز الفني شايف انه المباراه طبعا بما انه مصر تاهلت الحمد لله لنهائيات امم افريقيا اللي هتكون في كوت ديفوار مع بدايه 2024، شايفين ان وجود صلاح يعني ما هوش مؤثر ولا مهم بالنسبه للمنتخب في المباراه دي، ولذلك قرروا اراحته. وانا شايف ان ده قرار حكيم الحقيقه، لانه صلاح بياخد منافسات قويه جدا، منافسات الدوري الانجليزي، فمش عايزين يبقى المباراه دي بتزود ارهاقه او لا قدر الله ممكن تبقى سبب في اصابته بلا داعي. لكن انا تقديري الشخصي انه الجهاز الفني للمنتخب ربما ان هو يريح لعيبه النادي الاهلي او اغلبهم في مباراه تونس الوديه. هو برضو بيتعامل مع مباراه اثيوبيا على انها مباراه رسميه، وطبعا كلنا عارفين انه الفوز في اي مباراه رسميه او حتى وديه دوليه بيضيف نقاط بتنفع في التصنيف بعد كده. عندي بس اخر سؤال سريعا جدا، اخر كلام على محمد صلاح، خلاص هيفضل في ليفربول صح؟ بنسبه 99% ان شاء الله. التصريحات صدرت من اداره النادي طبعا، وهو محمد صلاح ربما يكون في اغراء مالي كبير، لكن انا شايف ان عقليه محمد صلاح الاحترافيه بتخليه يفكر دايما في ان هو يكون احد اساطير ليفربول. هو اوريدي بقى اسطوره، لكن هو عايز يزود ارقامه وتاريخه في اوروبا ومع الفريق اللي شهد تالقه ولمعانه. وبعدين محمد صلاح لسه عنده هدف مهم جدا جدا بيسعى اليه، ان هو ياخد احسن لاعب في العالم، وده اعتقد ان هو مش هيتحقق لو جه المنطقه العربيه بشكل عام. باعتقادي ان برضه يعني ناس كتير بتفكر نفس التفكير، ان وجوده في يعني القاره الاوروبيه عامل يعني حاله طبعاً من الزخم كمان لمصر، وحاله من الدعايه لمصر طبعا يعني لا تقدر بمال زي ما بيقولوا. بالتاكيد صحيح. مع كل التقدير والاحترام طبعا طبعا لاشقائنا في السعوديه والدوري السعودي والخطوات اللي بياخدوها علشان يخلوا الدوري السعودي واحد من الدوريات القويه على مستوى العالم، لكن وجود محمد صلاح في ليفربول او في اوروبا بشكل عام صحيح. وفي الانديه الكبيره صحيح. بيقربوا من اخر حاجه هو عايز يحققها تقريبا صحيح. في اوروبا صحيح. وهي الفوز بلقب افضل لاعب في العالم اللي بنتمناه ان هو ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك استاذ حمدي الحسيني الناقد الرياضي، شرفتنا ونورتنا في استوديو صباح الخير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.